وانا ساكن قريب المعرض من هني. وبشرك المعرض يعطيك ضمان على الماكينه لمده سنه كامله. اوف سنه كامله؟ والله لو علي كنت خذيت السيايير اللي موجوده هني كلها. انت تشتغلين هني؟ لا انا صاحبه المعرض. كفو، انا احب البنات الصراحه اللي يشتغلون في رياده الاعمال. معقوله؟ المهم شكل السياره عجبتك. والله الحماس عندي فل، عيبتني السياره. ممكن بس اجرب السياره؟ لا ما ينفع، قوانين المعرض ما تسمح ان الزبون يسوق السياره، المفروض ان في احد يطلع معك وجرب، بس حاليا ما في احد. مو بنتي تقولين اني صاحبه المعرض؟ يعني القرار قرارك يا حضره صاحبه المعرض. السويتش في السياره. مروه، منو مروه؟ هي مروه يبا، قاعد اقول لك البروه البروه العقد يا يدي. ايش حقه صار ذا؟ اسمعك انا وبس، ما خنا. اسف يبا حقك علي، انا قاعد اتكلم عن عقد المعرض، العقد اللي باسم لطيفه. فهمتك، بس الاوراق القديمه كلها عقيتها. يا حجي يا يدي يا حبيبي، يمكن ما عقيتها، تذكر يمكن مني ولا منك، اعصر مخك. شفت ضغط علي نسيت. يا حجي يا يدي يا حبيبي، تذكر يمكن ما عقيتها بمكان، يمكن العقد موجود بصندوق بالحجره عندك على حسب كلام هند. يعني صندوق؟ عندي صندوق. بس انت ايش تبغي فيها البروه؟ يبا انا اقول لك شنو ابغي فيها. انا عمي ما طاع يزوجني حفيدتك المصون، وانت قلت لي اذا ما طاع تعال لي وانا بظهرك، فانا يا ابي العاد. يعني انت تبغي تتزوج حفيدتي؟ ابى اتزوجها على سنه الله ورسوله. الصندوق وينه؟ نشف دمي. في الحجره. اوف قول من الاول، اي صوب الحجره؟ الحجره عند دار الزويه. لقد وصلت إلى وجهتك، عدال الزوية. كان يانا عدال الزوية، وهذا أكيد غرفته. بس هو وين حاط الصندوق هذا؟ وين؟ الصندوق وكاهو. الصندوق ولقيناه. هذا صندوق مو رقية. بسم الله والله أكبر. بسم الله الله أكبر. اي والله البروال كخ، لا تلعب باغراف غيرك. اسف يبا اسف، حقك علي. لا تاكل قرص مني، اصبر. الله خبز خبزتي يرف لك لي، ذبحتني امثال. البروال ها 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 ها. طمني يا الله، هذا آخر خط من انبطيه قبل أتموت. ليش بينكم مخطوط؟ شنو أنت ما كنت متزوجها؟ هذا الله يسلمك يدة البنات مطرة أم لطيفة، كانت يوم تزعل علي تستحي ترفع صوتها وتصارخ، فكانت تكتب لي خط وتشرشحني فيه براحتها الله يرحمها. إيه يعني هذا واتساب الأولين كذي أنتوا تحاكون بعض قبل؟ يا يدي خل عنك الحين مطرة وخلنا بالبروة، الله يحفظك. إيه عندك حل، بقرأها بعدين. إيه يمكن في شغلات ما يصير أنا أسمعها. إيه والله حبيبي أبو عبد الله سرور. يا يدي يا حبيبي خلك من الماضي وخلنا بالمستقبل، حفيدتك راح تعنس وأنا مستقبلي بيضيع، أنا إيه عشان العقد. خلاص العقد يا الله العقد. تكفى. ها لقيناه العقد. شوف افرح قلبي، كعقد بيع معرض سيارات. اسم منو؟ السيدة لطيفة سرور. ايه اسمك سرور؟ استاذ خالد استاذ استانس. ها لطيفة سرور محمود مطر. عبد الله خليفة سرور. لطيفة سرور محمود مطر. عبد الله خليفة سرور. ايوه 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 لقيناه. ايه انت فيك رقصه، الموضوع ما يستاهل ان ارقص كذي. لطيفه سرور محمود مطر. لطيفه سرور محمود مطر. لطيفه سرور محمود مطر. يعني ايش اسوي فيك؟ تسوي؟ انت تدرين كم يسوى الموتر هذا اللي خذاه؟ ايش قايل لك انا؟ ايش قايل لك؟ مو قايل لك يا بنت الزبون اذا دش المعرض لا يسوق الموتر لا يطلع فيه؟
يبا أنا شو أسوي؟ شفته حلو وكاشخ، شدراني بيطلع حرامي؟ يلا تفضل. شفته حلو وكاشخ، شدراني بيطلع حرامي؟ على بالك أنت أي واحد حلو يعني وايد ناس حلوين وحرامية، إيش كثرهم؟ أصلاً إبليس لازم يصير حلو عشان يقص على الناس. لك تخلص السالفة ودواج عندي يا عفرو. خمس ساعات ودقيقة. لا أكيد أكيد نحاش بالموتر، أكيد قب بالموتر شي رجعة. خمس ساعات هذه لكن وين صار خير؟ أنا لو جايب لي كاسكو بالمعرض هني وايد أحسن. يبان اتصلت في الشرطة بعد شنو أسوي؟ بس ولا كلمة بس ترى واصلة مع أهلي لاني بس وترد بعد.